احنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. ده العادي بتاعنا والله، يعني مفيش حاجه جديده، مفيش حاجه مختلفه. الاهلي دايما بيكسب بطولات، الاهلي دايما بيكسب القاب، الاهلي صاحب الارقام القياسيه في اي بطوله شارك فيها. احنا مش ناقصنا غير حاجه واحده بس، ناخد كاس العالم ان شاء الله في يوم من الايام. الاهلي يشتغل على الهدف ده، والناس كلها نفسها ان هي تحقق انجاز غير مسبوق زي ده. لكن فيما عدا كاس العالم، انت اي بطوله شاركت فيها انت صاحب الرقم القياسي، وبايه بقى؟ بفرق كبير، بفرق كبير جدا عن اللي بعديك ايا كان مين هو. ف ده كاس السوبر، وفرحه لسه مستمره، ومساء الفل عليكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه اخرى خاصه جدا بعد فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر الافريقي على حساب فريق نهضه بركان المغربي. المباراه اللي كانت اول امس، احتفلنا امبارح وبنحتفل مع حضراتكم وبنشارك حضراتكم كاس البطوله، لان اكيد جمهور النادي الاهلي ده ليه دور اساسي ورئيسي في تتويج اي فريق داخل القلعه الحمراء باي لقب. هو السند الحقيقي، هو الداعم الاول والاخير لناديه تحت اي ظرف، تحت اي ظرف. وجمهور الاهلي مفيش زيه في أي حتة تاني. جمهور الأهلي أكتر جمهور بيبقى عارف المطلوب منه، ويبقى عارف إمتى يساند وإمتى ينتقد باحترام، نقد بناء علشان النتيجة الإيجابية تيجي. وده اللي بيحصل واللي حصل بالتحديد الفترة الأخيرة دي، لأن إحنا الفترة الأخيرة دي كان عندنا يعني تعثرات بسبب ضغط المباريات، بسبب إصابات وحاجات كتير، أو بسبب التحكيم ما ننساش حاجات كتير. لكن انت في كل الاحوال انت خارج من المرحله دي باكبر مكاسب، ولسه هل هنستكفي بده؟ ما بنستكفاش. هل احنا بنشبع؟ ما بنشبعش. بنزهق؟ ما بنزهقش. هناخد بطولات، هناخد كتير ان شاء الله، هنجيب بطولات تانية كتير. الرجاله اللي موجوده والجيل اللي موجود ده ان شاء الله هيسعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. حلقه مهمه وعليها تفاصيل كتير جدا تتعلق بالفريق الاول لكره القدم، وتتعلق ببعض الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي. دايما مهم جدا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، وسؤال مهم قوي بصراحه النهارده، لانه بيخص مستر بيتسو موسيماني. وفي رايكم شايفين مشوار موسيماني المدير الفني للاهلي مع الفريق ازاي؟ ايه رايكم في مشواره لحد الاهلي، لحد دلوقتي مع النادي الاهلي بعد الأرقام الممتازة والألقاب الكثيرة؟ تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهنتكلم معاكم وناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة كما هو المعتاد. لكن أكيد في عناوين مهمة نروح نشوفها. في ترند الأهلي، إصابة أفشة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل وغيابه أسبوعين. ومحمد هاني يغيب 3 أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الأمامية. أما في الترند العالمي، ردود أفعال واسعة بعد تتويج تشيلسي بدوري الأبطال. النهاردة في 3 ماتشات بس في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكلها مباريات مهمة. أول مباراة هتكون ما بين إنبي والإنتاج الحربي، هتكون الساعة 5، وفي نفس التوقيت مباراة أخرى ما بين سموحة والمقاولين، هتكون مباراة ممتعة جدا، لأن الفرقتين تقال، ومقاولين بيحاول يعني يخرج من المكان اللي هو موجود فيه في جدول الدوري.
وابتدى يستفيق في الحقيقه مع الكابتن عماد النحاس. وكمان مباراه اخرى مهمه جدا الساعه 9 بالليل ما بين الجونه والزمالك. المباراتين الاولانيين ابتدوا خلاص الساعه 5، لكن مباراه الساعه 9 هتكون ايضا مباراه قويه ما بين الجونه والزمالك. دي ابرز واهم المباريات النهارده بشكل عام. طيب عندنا كلام لسه كتير، وعندنا مقدمه مهمه جدا بالتحديد عن المدير الفني للنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني، وهنتساءل كام سؤال كده مهمين ونتناقش مع بعض في الجزء اللي جاي بالتحديد، بس بعد فاصل. استنوا.